برضه يا فاروق، يعني النهارده كريستو الهدف اللي احرزه الحقيقه، ان ده اللي فهو يدل على ان هو واقف على رجليه بشكل جيد. يعني بيني وبينك، يعني ان انا اخد 45 50 يارده وانا بجري سبرنت والكره تحت رجلي برضه مش بسيطه. يعني هل كان كريستو بعد المباراه سعيد؟ هل كولر كان سعيد بالاداء بتاع كريستو تحديدا؟ لان النهارده واحده من افضل الاشواط اللي انا شفتها لكريستو، من يعني احنا ما شفناهوش غير قليل، ولكن من المرات او من الاشواط الرائعه اللي عملها كريستو خلال، بغض النظر عن المستوى وعن الدنيا ماشيه ازاي ومين كسب ومين ما كسبش، ولكن كريستو كان بيؤدي بشكل جيد. تاني حاجه، هو رامي ضيع البلانتي دي ازاي؟ ما سالتوش. يعني خليني اقول لك يا كابتن اسلام، بالنسبه لكريستو، يعني كريستو بالتحديد، يعني انت عارف يا كابتن اسلام دايما ان احنا بنتكلم من القلب، يعني ما بنجملش الكلام. كريستو من بدايته مع النادي الاهلي تحس ان هو لسه هايب الدنيا، مخضوض شويه. يعني كريستو كان في البدايه كلامه قليل، يعني ملتزم في التدريبات فقط، لكن كان محتاج ان هو ينسجم اكتر. يعني مع مرور الوقت بدا كريستو ينسجم مع لعيبه النادي الاهلي. فتره عدم مشاركته كانت شويه مقلقه كريستو، لكن جلسه مستر كولر، اللي خليني اكد على هذا الامر، ان جلسه مستر كولر مع كريستو فرق كتير جدا. مع كريستو بقى، يعني احنا انا شايفه من خلال فتره المعسكر، يعني من اول يوم يا كابتن اسامه وانا وضحت ده من خلال حضرتك، صحيح، ان كريستو بيظهر بشكل مختلف تماما، مش في التدريب فقط، ولكن على مدار اليوم، يعني في علاقته مع اللاعبين خلاص بدا يدخل الاجواء. وسام ابو علي يعني ايضا، يعني خلاص تلاقي في قفشات ما بين وسام ابو علي مع كريستو. المستر كولر في امور كمان في مع كريستو بالتحديد بيشتغل على نواحي يعني الكوره او المشهد، الجمله اللي شافها كلنا شفناها هي صوره من مقرره، او يعني قررت في تدريبات فريق النادي الاهلي، استغلال سرعه كريستو وتوظيف مستر كولر لكريستو والتعليمات اللي بيديها لكريستو. يعني بعض الامور اللي احنا شفناها، كان في بعض الكرات الثابته بيبقى كريستو هو اللعيب اللي واقف على الدايره مع نقل الهجمه بشكل اسرع، فاسرع لا بيقدر ينقلك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه كان هو كريستو، ودي اللي اتطبقت بالفعل في المباراه الوديه. ويعني تقدر تقول ان شاء الله دي هتكون حاجه من الحلول المهمه جدا يا رب ان شاء الله. رامي ساب الجون كله وبص في العرض، عملها في العرض. يعني رامي من الناس المميزه جدا في ضربات الجزاء الحقيقه. يعني رامي ربيعة واحد من اميز اللاعبين. رامي في التدريبات يا كابتن اسلام لو حطها حلو قوي، بيخصص فقره ركلات جزاء ما بيضيق جدا. يعني هو مستر كولر كان واقف، يعني اثناء يعني وجبه العشاء كان واقف بيتكلم مع رامي ربيعه على ركله الجزاء. يعني قال مش عارف اقول لك هتعمل فيها، مش هتعمل فيها اكتر من كده. يعني لا طبعا انا بهزر، يعني لكن هو عدم توفيق بين ضربات الجزاء بتروح وتيجي، يعني عادي عدم توفيق. بالظبط يا كابتن اسلام، عدم توفيق في هذه الكره. لكن في نقطه كمان يا كابتن اسلام، يعني انت عارف في تفاصيل فنيه بنتكلم طبعا عليها دايما في يعني في هذه المباراه. في مشهد من المشاهد ان احنا كلنا شفنا وسام ابو علي على الكره الثابته، مستر كولر شايف ان وسام ابو علي واحد من اللعيبه اللي يجيد الضربات الثابته، يجيد ركلات الجزاء. فيعني شفنا وسام ابو علي في كوره من الكرات الثابته، فتقدر تقول ان مستر كولر شايف ان وسام ابو علي واحد من اللعيبه المهمه جدا في استراتيجيه لعب مستر كولر، سواء في اللعب الفني او الاداء الجماعي او ايضا في الكرات الثابته. ركلات الجزاء زي ما قلنا بيشتغل على مجموعه من اللاعبين تسدد ركلات الجزاء. طبعا في غياب علي معلول، في طبعا رامي ربيعه، وسام ابو علي، حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر محمد مجدي قفشه. فاعتقد كلها من الامور المهمه جدا، مهمه جدا ان انت بتشتغل ايضا على هذا الامر، يعني الكرات الثابته، ركلات الجزاء كسلاح من الاسلحه المهمه جدا للنادي الاهلي، تفك طلاسم امور كتير جدا، مباراه تكون مقفوله. فاعتقد ده نقطه من النقاط المهمه جدا اللي مستر كولر بيشتغل فيها مع اللاعبين. عموما الحقيقه استفاده كبيره جدا من هذه المباراه، سواء على الناحيه الفنيه او الناحيه النفسيه او المعنويه. يعني اعتقد ان كريستو بعد هذه المباراه نفسيته هتروح في مكان اخر، وسام ابو علي ودخوله زي ما انت بتقول في وسط اللاعبين اكتر واكتر. يعني كل اللاعبين ال11 ناشئ اللي عندنا الحقيقه، او ال11 ولا راجل اللي موجودين معانا، اعتقد ان هم خلال الفتره اللي جايه كلنا كجمهور النادي الاهلي، وهنتاكد من ده اكتر ان شاء الله يوم الجمعه القادم، اطمنا على مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه في كل الاماكن. عندنا لعيب واثنين وثلاثه يقدروا ان شاء الله يبقوا موجودين خلال الفتره القادمه.